قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل ويقول: ما حكم من شرب الماء متعمدا في نهار رمضان بحجة التعب وهل يجب عليه القضاء؟ الجواب: من شرب في نهار رمضان متعمدا لا شك بأنه يفسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم بدلا من اليوم الذي أفطره، يجب أن يقضي يوما بدلا من اليوم الذي أفطره ومع التوبة إلى الله عز وجل. ويجب على الإنسان أن إذا كان مراقبا أن يبتعد عما يشق عليه وييسر أمره لإتمام الصيام. نسأل الله التوفيق.